يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. عايزين نعرب كلمة قادرين، يعني أعتقد إنها ممكن تعمل دربكة شوية، ممكن تعمل دربكة شوية. بلى قادرين، دلوقتي احنا شفنا كلمة بلى، وده عندنا في العربي اسمه حرف جواب، حرف جواب مبني لا محل له من الإعراب، حرف جواب مبني لا محل له من الإعراب، وجد بعديه كلمة منصوبة مباشرة. فما الحل؟ يا ترى هنقول مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الياء قادرين، بلى قادرين، على أساس إن هنا في يحسب والفعل حسب أو ظن بينصب مفعولين، ولا نعربها اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الياء؟ لأن في عدد من الطلبة أو الدارسين بيتخيل لوهلة إن بلى حرف عطف على أساس إنها شبيهة بكلمة بل، ولا هنعربها مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وأعتقد دي بعيدة جدا عن العقل، ولا نعربها حال منصوبة وعلامة نصبها الياء، ودي برضو بعيدة. فخ، فخ يوقع طالب، أو حتى لو دارس لغة عربية متمكن شوية. طب ما نفيد بعض ونستفيد من بعض، وياريت نشير الفيديو لأكبر قدر ممكن، لأن دي اللغة بتاعتنا وده القرآن الكريم، فلازم نعرف ولادنا. يا ترى إعراب بعض الكلمات الصعبة في القرآن ممكن يكون إيه؟ لأن الآية فعلاً مش سهلة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هنا قادرين جاية منصوبة، يبقى لازم أقدر حاجة، يبقى أصل الكلام إيه؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى نجمع وحلنا قادرين، يبقى في فعل محذوف، في فعل محذوف. افهم معنى الكلام ومعنى الآية. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى نجمع العظام قادرين، ونحن قادرين حال، حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الياء، أنا آسف، يبقى هنا حال منصوب وعلامة النصب الياء كعلامة فرعية. طب ليه هنا قلنا بلى وما قلناش نعم؟ قال لي لأن هنا في استفهام منفي، استفهام منفي، يعني طالما في قلت لن، يبقى اجاوب اقول بلى، اجاوب اقول ايه؟ بلى. اليس الله باحكم الحاكمين؟ بلى، لاني قلت ليس. الاستفهام اللي جنبه اداه نفي، لما اجي اجاوب بالاثبات اقول بلى، بلى قادرين على ان نسوي بنانه. وخلي بالك هنا في مصدر مؤول، يعني انا بحب اقول اكتر من معلومه في مقطوعه واحده، ده اسمه مصدر مؤول وقبليه حرف جر، والمصدر المؤول بيتعرب زيه زي أي كلمة. يبقى أنا هقول والمصدر المؤول من أن والفعل المضارع في محل جر اسمه مجرور. يبقى هنا أن نسوي على بعضها عندنا في العربي بتساوي مصدر مؤول في محل جر اسم مجرور، وكلمة قادرين حال، حال إزاي؟ قال لي لأن أصل الكلام أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى نجمع العظام قادرين، خاصة أن كلمة قادرين مشتق، وفي الأغلب أن الحال يأتي مشتقا، يبقى احنا هنختار الاختيار الرابع. نركز كده أهو، حال منصوبة وعلامة نصبها الياء، آدي الحال منصوب وعلامة نصبه الياء. هذا هو تفسير إعراب كلمة قادرين في تلك الآية الكريمة. نلقاكم على خير.